التخلص من التبعية للمحروقات وخلق اقتصاد منتج يعتمد على تنويع مصادر الدخل هي مؤشرات نموذج النمو الاقتصادي الجديد للجزائر في السنوات القليلة الماضية. كانت محور ملتقى وطني نظمته كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 3 بمشاركة عديد الخبراء في مجال الاقتصاد والتسيير. الهدف من هذا الملتقى أولاً تنشيط الحركة العلمية والثقافية داخل الجامعة، هذا جانب. الجانب الثاني هو المساهمة في النقاشات الجارية حول إشكالات النمو في الجزائر، وكذلك المساهمة في الأساليب والسياسات الممكن اعتمادها لرفع معدلات التشغيل، باعتبار أن التشغيل إنما هو هدف من أهداف السياسة الاقتصادية. معظم المؤسسات المنشأة هي مؤسسات صغيرة جداً وجد مصغرة ولا تخلق مناصب شغل كبيرة، يعني هي أقل من خمسة مناصب شغل، وهي ترتكز أكثر في القطاع التجاري، قطاع المبادلات عوض قطاع الإنتاج. لهذا الرهان هو هنا اليوم، هي كيف نروح لاقتصاد منتج ونخلق مؤسسات منتجة. معدل البطالة يستقر في حدود 11.7% سنة 2018، في المقابل تعرف العديد من القطاعات على غرار البناء والفلاحة نقص اليد العاملة المؤهلة، في حين يبقى التساؤل مطروح حول مدى نجاعة سياسات دعم تشغيل الشباب في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة. سياسة التشغيل في الجزائر مبنية على سياسة امتصاص الغضب الاجتماعي فقط، وليس مبنية على فعالية اقتصادية تكون عندها تأثير كبير على الناتج المحلي الخام، وبالتالي توفير مناصب الشغل عبارة عن إنفاق حكومي، عبارة عن عبء للدولة. يبقى تفعيل سياسات التشغيل وخلق مناصب العمل مسعى النموذج الاقتصادي الجديد لآفاق سنة 2030 عبر الاستثمار في القطاعات المحركة للنمو خارج المحروقات.